أوليدي فاوحة بفاويحة. أفاويح هي حانوت توابل دياري فاخر في القروان. وعلاش فاخر؟ تو سامبلومون على خاطر لي روسيت اللي طيبوا بهم في الفحة، تهريسة، معجون، الكلهم دياري زمنيين، وهما لي روسيت القدم نتاع حراير القروان. دونك سو سون دي روسيت نادرين باش تلقاهم. وهذه علاش البراند أفاويح تخلقت. الغشة في المارشي كثرت، هاو فلفل أكحل بالغبرة، هاو فلفل أحمر بالياجور. الكوجينة نتاعنا بالغشة هذه ماشية وتولي ماستا لاستا لبنا لمطعم ولا ريحة زادة. أفاويح جات الفلتا ستوديو وقالت لنا براندي لي الماركة نتاعي ونحبها، ماركة دولوكس مودرن لكن تتحدث العربية. دونك ليدي نتاع لوغو كانت خرافية على الاخر. رمزية المعجون الأفاويح رمزية قوية على الاخر. أول روسيت عملوا فيها إنوفاسيون، وهذيك كيفاش جات الألف بالمعجون. لكن ليدونتيتي فيزيوال حابينها تكون إيبيسخي فرونسيز أنتيك. ما يقول قايل علاش الهاند ميد عنده طابع لوكس في الثقافة الفرنكوفونية، لكن خلطنا المومون أن نأيسو تو سامبلومون على خاطر كي زدنا الخطوط العربية في الفايب هذايا اللي أعطانا فايب نتاع سحر. وقت اللي جانا الإحساس هذايا قلنا ما نجموش نزيدو نقدمو. الحل جاي وقت اللي قلنا لي موكلي نستعملوهم بالعربي وتكون لنا مغرفة المعجون هي همزة الوصل بين اللاتن والعربي. يامي الميكلة فيوحة.